تخربش لي النادير بدو عفرها وش عارف شيني شورك تكلم فيا قدام الباب ثوان يا راجل ليك وحشه ما عاد شفناك شبيك شبيك شو شو بين يديك بطاطا واضحة كلاه لين داب زيد يا دهكي زيدي نجمع الشي آخر أخبار بنتهم وانت عرس زي أفعل باي مجهود الكاي حاصل فيكم لازم ترقدوه اليومين هادو في المستشفى ياخذ علاجه ويصح بإذن الله الصغار في الحوش انا السلام عليكم قمر انا بايته مع اخوك بطشة في المستشفى اليوم تعبان وحرارته مرتفعه هلبة نوصيكش ديري عشي بوك وخوتك وحددوا لبوكم سوريته للعمل غدوه والحوايج اللي في الغساله انشريهم وما تنسيش قهوه سليطه وشكاره الكنسه ما تخليهاش تبات في الكوجينه هاي بالسلامه شنو مزعجتنا ما خلتناش نرقد وما خلتش المرضى يرتاحوا المرافق مفروض يكون هادي مش مزعج يا ممرضى لو سمحت يا ممرضى انعم شنو تبي في هالليل بالله عليك شوفي لنا حلي هادي لها ساعة تشخر تقول مولد بحداي ما خلتش من يرقد الوليد تعبان نعم ما عندي ما ندير لها قصدي ما عندكمش حاجة ولا حل اصحابي روحك في فندق الشرطي تحملوا بعضكم انا ممرضة ما دخلنيش فيكم خزي يا معاش بطبط لو سمحتي يا ممرضة تعالي شوية تفضلي بالله معلش شوفينا هادي تشخر من بكري ما قدرناش نرقدو حاضر هاي بسم الله معلش لو سمحتي حالك بهي شنو شنو في لا بس نطمن عليك باش تسوي نومتك ها ايه يا وخيتي سلمها بارك الله وفيها ربي يفتح عليها ان شاء الله ماما توجف فيها لبرا يا حليلي ولادي خلي نمشي نشوف الممرضة لو سمحتي لو سمحتي ولادي توزع من الإبرة شوفيه بالله يا ممرضة ما فيه شيء دلع زايد وانتو ترعشوا عصغاركم تقولوا اللي انتو جايبين صغار كيف ما فيه شيء توزع ولادي تقولي ما فيه شيء مانيش فاضي انا توا خذي خيرك يا بلا شن فيه بالله يا ممرضة لو سمحتي شوفيني ولادي توزع من الإبرة بلكي ناسحة ولا حاجة خيرك بابا توجع فيك معلاشي معلاشي ها معاش في شيء بح صحيتي بنيتي ربي يفتح عليك ماما نبي الحمام ماما يا ماما نبي الحمام ها ولادي هيا هيا عفوا لو سمحتي وين الحمام نرفع ولدي طري شوفي بروحك دوري عليه يا ودي خزي 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 اني من قال لي كلمها اصلا يا الممرضة الباهية لو سمحتي تفضلي نبي الحمام حساك نرفع ولادي وما لقيتاش واللي في الدار مشغول باهي تعالي معي اهو الحمام وكان احتجتي حاجة تانية كلميني تلقيني في الحجرة اخر الممر سلمها يا ربي صحيتي ما تقصريش سلمك ما درت شي يعني اسكت بلا دلع بشوي عليه وجعتيه هم درهتولي كدي خير يا بابا يبكي هذي كانوا مرضى العافنة نحت لها اليبرة بسم سمها المسمومة مش عارفة كيف بتدير في صغارها إن شاء الله تقعد عانس يا رب متزوجة أنا إن شاء الله تطلقي معلش سامحة والحمد لله على سلامة ولادك مرة تانية الله يسلمك بارك الله فيك بنيتي إن شاء الله ربي يرزقك يفتحها في وجهك يا رب انتي نجمة قلت لك ماما كان عندك بقول زايد بقول ايه تقريبا عندي واحد في دار الخزين خلي نشوفه اهو هاكي بنيتي وسلمي لي عليه ماما صحيتي انتي نجمة
شن تبي؟ شن عطتها وهي ديما تطلب؟ حشمي هاتي جارتي وتمون وما طلبت شي مساكينة. تبي بقول وحنا عنا واحد ملوح في دار الخزين ما نستخدموش فيه. ما قلنا اللي في دار الخزين عطيتيهولها. ايه خيرا يا حليل. هاكي ماما وتسلم عليك عنتي نجمة. سلمها هاتي بنيتي خلينا نعبيهم مية. ايه سمح بقول هزمني. شبك لبك شوشو بين ايديك. نقعتين اعطيك ما يعرفك. قبل لا تنخلعي وتنجلطي، أنا مش جني مارد سحري، نحقق الأمنيات، مش ثلاثة أمنيات، أمنية واحدة، لأن ما عندي السيولة. أمنيات؟ شنو أمنيات؟ أه، شنو عبيط أنت؟ يعني قولي حاجة وأنا نديرها لك، ولا أطلبي حاجة نجيبها لك. أها، يعني تقدر تجيب لي الجهاز يخليني نسمع شنو يصير في حوش جيراني؟ استغفر الله يا ربي، هذا شنو؟ شنو الأمنية الخسيسة هذه؟ استنى هاي يعطيني الجهاز. كنت نستنى باك تغيري رايك. لا مش مغيرة رايي. لا حول ولا قوة الا بالله، الحمد لله ما جاتش بشر. انتو البشر يا ودي مشكلة. ترى نشوف سليمة شو قصة بنتها بايتة عندها لها اكتر من اسبوع. يا يما انا خلاص منطلق ما عادش نقدر. استهدي بالله بنيتي بلكي توب ويتعدل وما تنسيش عندك صغيرة. اها بنتها حرجانة ما تبيش تقول. خلي نشوف حوش سميرة. ايه وحتى راجلي دمها خفيف. توتها فارغة هادي. خلي نشوف حوش نجمة عشان اخر اخبار بنتهم وامتى عرسها. ضروري نديروا حل، ما نقدروش نخلوه عندها. وكيف نديروا باهي؟ والله ما هي عاطيتهن. انا تو نقول لكم نبعثوا بطشة على اساس يلعب مع خالد وياخذ الباقول من غير ما ينتبهوا ويجيبه. اولادي خالد زود جاي يا خالد، خلوكي زود تعالى. نعم يا ماما. شنو فيه؟ شنو تدير؟ شيك فلاني بطشة ودخلتها للدار. لا الباقول. اوكي يا قمر جبت الباقول من حش خالد. برا فيسح فيسح اعطيه الكوره في دار الخزين. وين الباقول؟ وينه يا خنابه؟ باقول شنو وخنابه شنو يا عمتي؟ ايه تسحبيني ما نعرفهاش. سمعتكم بالجهاز هو وانتو تخططوا باش تخنبوا الباقول. اي جهاز؟ ما نشوف شي انا. وين الجهاز؟ حاصل فيكم انا. مش فاضيتها تخربش لي مناديري بضوافرها. وش عامل؟ شيني شورك تكلم فيها قدام الباب؟ ثواني يا راجل ليك وحشة ما عاد شفناها. شبك شو شو بين ايديك؟ انك قاعدين هذا الكلام. الله كلها لين داب. زيدي يا دهكي زيدي. نجمة عشان اخر اخبار بنتهم وانت عرس. بس ليه يا طاري باهي؟ حاصل فيكم.